تهانينا للمضمر سالم بن فران المري والذي وصل في المركز الثالث. مرحب 9:26 جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للسيد مبارك بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، تهانينا للجميع والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. أحييكم أجمل تحية بهذه الانطلاقة الصباحية الجميلة، بهذا الصباح الجميل ينطلق على بركة الله تعالى. 6 كيلومترات هي مسافة وانطلاق هذا الشوط، متمنيا إن شاء الله لشعارات أصحاب السمو الشيوخ التوفيق والنجاح والمزيد من التقدم للمضمرين أيضا الذين تواجدوا بهذه المنافسة القوية. سيارة رصدت لصاحب المركز الأول في هذا الشوط، في هذا الحدث الهام، وبميدان المرموم ينطلق على بركة الله تعالى 5 أشواط هذه الفترة الصباحية. إذا مقدمة وانطلاقة المركز الأول الهدى مع المركز الأول لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، متابعا للهدى التي انطلقت إلى المركز الأول وقائدة لزمام المركز الأول في هذا الشوط، بينما نرى من يليها في المركز الثاني بلشه على المركز الثاني لهجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن ماجد الخيلي متواجد أيضا مع بلشه على المركز الثاني. المركز الثالث، هناك غاية لاسم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد. المركز الثالث، هناك تصندة لهجن الرئاسة صالح بن سعيد بن مجارح المري مع المركز الثالث. الهدى على المركز الرابع لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير اللي تابع ايضا الهدى، ولكن بعود مع مقدمة الشوط، بعود مع هذا الانطلاق، بعود مع المركز الاول. يا سلام يا سلام، الشحانية من غيرت، انطلقت الشحانية مشاهدينا الاعزاء، الشحانية مع المركز الاول لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. هناك انطلقت مشاهدينا الكرام بهذه المنافسة سالم بن فاران المري المضمر الذهبي، انطلق وحقق هذا الانجاز المتميز. سلام شحاني، سلام سلام الدوحة، سلام على هذا الانجاز الذي تقدمه الشحانية بالمركز الاول. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بفوز الشحانية في المركز الاول. المركز الثاني، المركز الثاني اللي هي مياس لهجن الرئاسة، المركز الثالث لهجن الرئاسة، والمركز الرابع مشاهدينا الكرام. إذا كانت منافسة قوية بالفعل وحصول الشحانية على المركز الأول، تهانينا وألف مبروك لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني حصولها على المركز الأول في هذا الشوط. تهانينا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، هذه لحظة وصول الشحانية، قطعت المسافة ب9:05 من الثانية توقيتها الزمني. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بفوز الشحانية في المركز الأول، والمضمر الذهبي سالم بن فاران المري اللي تابع الشحانية المركز الثاني.